حسن، انا قفلت الباب وهفكك بايدي. لو انت بقى عاوز تثبت انك شرير وتقتلني، انا هو يا سيدي قدامك. اقتلني. وحكاية الشيطان اللي خلاك تعمل كده دي عادي، ما الشيطان برضو هو اللي خلاني ارجع للسجاير بعد ما بطلتها. عارف انا بطلت السجاير ورجعت لها كام مرة؟ اكتر من 10 مرات. انت بقى شيطانك هو اللي خلاك تقتل. انا كنت خلاص طلعت. طلعت؟ طلعت من ايه؟ من الدنيا. مت؟ محدش اتمنى الموت زي ما انا ما اتمنيته. سنين طويلة بجري وراها، بس ايه الفايدة؟ لا حياتي بيدي ولا موتي بيدي. وموت شيخ الجامع كان بإيدك؟ موت الشيخ بكري زي كل حاجة حلوة ماتت في دنيتي ومش هترجع. انت دعيت ربنا وربنا استجاب لدعاك، واللي ربنا يستجيب لدعاه مش معقول يبقى جواه شيطان. قلت لك يا شيخ بكري انا ملعون، ما صدقتنيش ليه؟ ما صدقتنيش ليه؟ سيبني سيبني. لا خلاص، لا عايز اتحدث ولا عايز اي حاجه. ما هو انت لو بريء وعارف انك بريء واعترفت على نفسك عشان يعدموك، ده برضه اسمه انتحار. يعني عايز مصيرك يبقى بايدك مش بايد ربنا، وبكده تبقى ميت كافر. ده غير انك بتسمح لمجرم قاتل انه يفلت من العقاب، وممكن يعملها مع حد تاني وتالت، وانت ساعتها هتكون السبب. اظن انا بتكلم صح. روق يا ابو علي، روق، وخليني يا سيدي ادلعك شويه. انا هكتب لك على مهدئ دلوقتي علشان تعرف تنام، وبكره ان شاء الله هيكون لينا كلام تاني. انا واثق ان انا هقدر اساعدك، بس عايزك انت كمان تساعدني. انا عايزك تحكي لي كل حاجه عنك. اتفقنا؟ تصبح على خير.